شوف يعني خلي نحشي بالمكشوف. إذا إحنا ما محتاجين التحالف الدولي أساسا، يعني المقاومة اللي صارت، الحشد الشعبي اللي صار، مو لأنه داعش موجود، مو استنادا للفتوى، فتوى المرجعية، الناس تطوعت وجت قاتلت، وقسم استشهد، قسم ضحى بشكل كبير جدا. إذا هذه المهمة خلصت وما محتاجين للتحالف الدولي، ليش باقي الحشد؟ وليش باقي الفصائل المسلحة؟ وليش باقين في هذه المناطق بالذات؟ يا أخوان، أكو تحسس من هذا الموضوع بشكل كبير، وأكو نار تغلي في الداخل، يعني أكو نار في الهشيم. لا تخلون الموضوع ينفجر. أكو ناس ما مرتاحة لهذا الوضع أبداً، ما مرتاحة لأنه أنتم تروحون مناطقهم وتشترون أولادهم بالهويات، هاك هاي هوية مع الفصيل الفلاني وروح اشتغل براحتك، انهب، اضرب، اسلب، اخذ مقاولة وامشي بالشارع وهويتك. كسب الناس بهذه الطريقة بالسلطة بدأ يثير غضب الناس عليكم، وبدأ يصير اسمئزاز الناس. خاف أكو كم دجال وش كم مرتشي وكم متسول يجي يقول لكم لا والله رايدين، هؤلاء يكذبون عليكم. أنا أتكلم معاكم بالصدق، الناس ما رغبت لكم، ما تريدكم، ما تريدكم لأنه تقول لكم قاتلتوا ويانا، بارك الله بيكم، انتهت مهمة القتال. لا تظلون يعني وقاعدين على صدورنا تستنزفون مواردنا، واللي ياخذ له اللي يزرع له زرعات لازم يشاركوه، واللي عنده كم عجر يدي يعبرهن من مكان لمكان لازم ينتقسم من عندهن، واللي 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 يعني اشياء، واللي ياخذ مقاوله لازم من خلال الفصيل الفلاني. هذا ما يجوز بعد، ما يجوز. صارت واضحه، يعني لا حد يقول لي المحافظ الفلاني مو انت جبتوه، والرئيس مجلس المحافظه مو انت جبتوه، في هذه المناطق بالذات. فكافي هذا الموضوع، وصل حده، انا اعتقد كافي، والمجتمع ما راح يقدر يسكت على ضيم اكثر من هذا الضيم، بالرغم من الذل اللي وقع عليه بسبب داعش وسبب اتباع داعش. الذل اللي وقع عليه مع الاسف الشديد خلى روح التصدي عنده اقل مما يجب ان تكون. طيب، لكن للصبر حدود مثل ما يقولون. خوش. الناس تصبر تصبر تصبر، بس لكن بعدين ترى تنفجر، ومو صحيح تنفجر. لا تخلونا نصل الى هذا الحد، خلينا نقعد نعالج الامور بهدوء بهدوء. ما هي المصلحه في بقاء هذه الفصائل في هذه المناطق؟ هذا بدي اسال، ما هي المصلحه؟ زين يا دكتور صالح، بهذه الصراحه يعني قبل كنا نسمع منكم من كثير من القيادات أنه السياسيين السنة مهمشين، الآن طلع عندنا مصطلح جديد أنه الآن الشارع السني، المنطقة السنية، المكون السني مستعمرين من قبل الفصائل والحشد، بهذه الرواية اللي تحكي عنها أنت الآن. هي صحيح 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 صحيح. القيادات اللي ما تجامل الإخوان تحارب، والآن الفصائل تسيطر في هذه المناطق أكثر من سيطرة أي زعيم سياسي يدعي نفسه أو قائد سياسي في تلك المنطقة. تحدى واحد من عندهم يقول لي هو مسيطر أكثر ما مسيطر الفصيل الفلاني أو ما مسيطر الحشد في هذه المناطق. منو؟ زين، هذا لذلك أنا أقول خلينا نرجع على المفصل الأول بالسؤال. نعم نعم. احنا عندنا موقع لرئاسة البرلمان محسوب لكم يا اخوان، اذا على هذا الموضوع ما تقدر تتفقون وتوصلون، على شنو راح يكون عندكم موقف واحد من قضايا، من القضايا اللي طرحتوها بالبدايه انه راح تدافعون عنها؟ على شنو راح يصير عندكم موقف واحد؟ هذه قضيه المفروض بسيطه جدا، وما ظل ما ظل ما ظل شيء كبير، ما ظل شيء يسوى انه هذا الصراع الموجود حاليا.